السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبونة إن واقع المؤشرات والأرقام جعل من الدول لا تفكر في اللجوء إلى حجر صحي كلي. بن شعبون الذي كان يتحدث في اجتماع مشترك بين لجنة المالية وبمجلس النواب والمستشارين يوم الأربعاء أكد أنه لن يكون هناك حجر صحي كلي كيفما كانت الوضعية الوبائية. وأضاف الوزير في قوله إن جميع دول العالم تتجه إلى منهجية الحجر الصحي الجزئي في التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون هناك حجر صحي محلي وأن تكون في فحوصات وعزل وعلاج. وأشار بن شعبون إلى أن العالم بأكملها يعرف انعكاسات حجر الصحة الاقتصادية والاجتماعية والصحية. نشكركم على حسن المتابعة.